أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة الكيمياء امتحان الدورة الثانية 2023. السؤال الأول، عرف اثنين من ما يأتي: جل السيليكا، المحلول المشبع، ورمز لويس. خلينا نشوف الأجوبة. جل السيليكا هو مسحوق غير بلوري، تكون من تجفيف السيليكا المائية، يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف، وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية على الامتصاص الماء. ثانيا، المحلول المشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر ممكن من المذاب، وأن المذيب لا يستطيع أن يذيب أي زيادة أخرى من المذاب عند درجة حرارة محددة وضغط معين. ثلاثة، رمز لويس، عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير، مستوى الطاقة الخارجي، والذي يدعى بغلاف التكافؤ. ثانيا، يقول للعنصرين النيتروجين N7 والليثيوم N3، اكتب الترتيب الالكتروني لهما واذكر عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي حول نواة كل ذرة، وما الشيء المشترك بين هذين العنصرين بالنسبة لموقعهما في الجدول الدوري. نكتب الترتيب الالكتروني: الليثيوم 3 يصير 1s2 2s2، والنيتروجين 1s2 2s2 2p3. اثنين هم الدورة الثانية، والزمرة الليثيوم من الزمرة الأولى، والنيتروجين من الزمرة الثالثة. المستوى الرئيسي للإلكترون الأول مثل ما تعرفون ياخذ إلكترونين، يعني الليثيوم هن ثلاث ذرات، فالمستوى الثاني راح ياخذ إلكترون، بينما النيتروجين سبع ذرات، يعني المستوى الرئيسي الأول راح ياخذ إلكترونين، والمستوى الرئيسي الثاني راح ياخذ خمس إلكترونات. الاثنان من الدورة الثانية، اثنين هم المشترك بيناتهم، اثنين هم من الدورة الثانية. هذا بالنسبة لهذا السؤال. فرع باء قلنا، السؤال الثاني يقول: كيف يتم الكشف عن غاز كبريتيد الهيدروجين H2S؟ معززا اجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية الموزونة. الجواب: اولا نقول عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين في محلول كبريتات النحاس نلاحظ تكوين راسب اسود هو كبريتيد النحاس وفق المعادلة الآتية: H2S زائد CuSO4 يعطينا H2SO4 زائد CuS، وعلامة الأسفل يعني راسب أسود. بهذه الطريقة يمكن الكشف عن كبريتيد الهيدروجين. يقول أجب فرع باء، أجب عن كل من ما يأتي: أولا أذكر الفرق بين الجبس الاعتيادي وجبس باريس. الجبس الاعتيادي، صيغة الجبس الاعتيادي هي CaSO4 2H2O، بينما هذا CaSO4 H2O يحتوي على جزيئتين من ماء التبلور، هنا يحتوي على جزيئة واحدة من ماء التبلور. عند تحول الجبس الاعتيادي إلى جبس باريس يفقد جزيئة واحدة من الماء المتبلور، هنا عند التحول إلى جبس اعتيادي يلتقط جزيئة واحدة من ماء المتبلور. يستخدم في البناء، هذا يستخدم في البناء وصنع التماثيل والتجبير. نجي على السؤال الآخر، يقول: ما الخواص الفيزيائية لعنصر الألمنيوم؟ الجواب: أولا فلز لين ذو مظهر فضي، جيد التوصيل الحرارة والكهربائية، قليل الكثافة. السؤال الثالث يقول: وضح مع الرسم الجهاز طريقة تحضير غاز الأثينين في المختبر، معززا إجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية الموزونة. الجواب: يحضر من تسخين كحول الأثيل مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركز إلى حوالي 170 درجة سيليزية، حيث يقوم حامض الكبريتيك بانتزاع جزيئة ماء من تركيب الكحول، والمعادلة C2H5OH بوجود H2SO4 حامض الكبريتيك المركز بدرجة 170 درجة سيليزية راح يكون لي C2H4 اللي هو الأثيلين زائد H2O، وهذا الجهاز الرسم اللي يريده. نجي على السؤال اللي بعده، يقول: وضح كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة، ثم صحح الخطأ إن وجد لاثنين فقط. أولا، تصور العالم ثومسون الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، هنا خطأ ليس العالم ثومسون وإنما العالم دالتون. ثانيا، يقول: مركبات الكالسيوم تلون لهب مصباح بنزين بلون أزرق. الجواب: خطأ، بلون أحمر طابوقي. ثلاثة، يعد حامض النتريك من أهم الحوامض الأكسجينية للنيتروجين. الجواب: صح. نجي على السؤال اللي بعده، يقول: أكمل ثم وازن اثنين من المعادلات الآتية. المعادلات احنا وازناهن بني CO2
ام زائد 2 NaOH يطلع لنا Na2SO3 زائد H2O. والمعادلة الثانية SiF4 مع 4K راح بالتسخير راح يطلع لي Si زائد 4KF. والمعادلة الثالثة N2 زائد 3H2O بالتسخير راح يطلع لي 2NH3. نجي على السؤال الآخر يقول أجب عما عن كل من ما يأتي. يستخرج الكبريت الحر الموجود تحت سطح الأرض كما في حقول المشراق بطريقة إطراش التي تتضمن من 3 أنابيب متمحورة محورية ممحورة مركزيا. ما الذي يمر في الأنبوبة الخارجية ألف؟ وما دور الأنبوبة باء في هذه العملية؟ الأنبوبة الخارجية يدفع بخار ماء مضغوط ومسخن إلى درجة 170 درجة سيليزية. دور الأنبوبة باء هي رفع الكبريت المنصهر إلى الأعلى. ثانيا يقول عدد استعمالات أكسيد الألمنيوم. اولا تستعمل في صقل المعادن وتلميعها، ثانيا يدخل في تركيب الكثير من الاحجار الكريمه عندما يكون مخلوطا مع بعض المعادن التي تعطيها مظهرا براقا والوانا جميله. نجي على السؤال الخامس، خلينا نشوف شنو السؤال الخامس. على الثلاث من ما ياتي فقط تمتلك العناصر النبيله اعلى طاقه تأين؟ الجواب لانها لا تفقد الالكترونات بسهوله. ثانيا يقول يحفظ حامض النتريك ثانيا محالي كل من السكر والكحول الأثيلي غير الكترونيتية. الجواب لأن هذه المحالي لا تتأين مطلقا. ثلاثة كمل أعزائي الطلبة، وصلنا إلى التعليل الثالث. يقول يحفظ حامض النتريك وينقل في أواني من الألمنيوم. الجواب لأنه لا يتفاعل معها بسبب تكون طبقة من الأكسيد التي تعزل الحامض عن الفلز. أربعة يقول الميثان هيدروكربون مشبع. الجواب لأن ذرات الكربون ترتبط مع بعضها بأنصرة تساهمية مفردة. نجي على فرع باء أجب عن كل من ما يأتي. يقول يوجد ثنائي أكسيد السيليكون السيليكا في الطبيعة على نوعين، اذكرهما مع مثال لكل نوع. يوجد سيليكا نقية مثل حجر الصوان، هو يريد نوع واحد أو الكوارتز، وسيليكا غير نقية مثل الرمل. كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم الموجود تحت سطح الأرض بشكل ترسبات ملحية؟ الجواب يستخرج بحفر آبار ويضخ إليها الماء، ثم يسحب المحلول الناتج بواسطة مضخات ماسة إلى سطح الأرض ويبخر الماء فتتخلف بلورات الملح ثم ينقى. أو تضخ هذه المياه إلى أحواض واسعة ضحلة ثم يبخر الماء بحرارة الشمس، وهذه هي الطريقة المستخدمة الآن في جنوب العراق. السؤال السادس يقول ما حجم محلول كحول الأثيل بالمليلتر اللازم إضافته للماء ليصبح حجم المحلول الكلي 50 مليلتر لتكون نسبة الحجمية 40%؟ الجواب نقول النسبة الحجمية للمذاب حجم المذاب الـ V1 على حجم المحلول الـ VT في 100%. أنا عندي النسبة المئوية 40%، V1 أنا أريدها على 50 في 100%، وسطين في طرفين راح يطلع لي الـ V1 2 مللتر، وعليه أن حجم كحول الأثيل بالمللتر. السؤال الأخير السؤال فرع باء يقول املأ الفراغات الآتية بما يناسبها الاثنين فقط. عناصر الزملة الثالثة فلز عدا فراغ شبه فلز اللي هو البورون. ثانيا غاز الأمونيا فراغ من الهواء أخف من الهواء. ثلاثة عناصر الزمرتين الأولى والثانية ذات كهرباء سلبية واطئة.